عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعها الخامس في دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس المجلس. وأشادت هيئة مكتب المجلس بلقاء صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مع رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من أعضاء السلطة التشريعية الأربعاء الماضي، يهدف تطوير التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للمرأة لدعم مختلف قضايا المرأة والأسرة. وأعربت هيئة المكتب عن بالغ تقديرها للجهود التي تقوم بها سموها من أجل الارتقاء بمكانة المرأة البحرينية كشريك فاعل وأصيل في المسيرة التنموية الحضارية الشاملة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله. وخلال الجلسة وافقت هيئة مكتب مجلس النواب على تشكيل لجنة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس النواب، وإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية. كما ناقشت الهيئة عددا من الرسائل الواردة من لجان المجلس النوعية الدائمة، ونظرت في الرسائل الواردة من أصحاب السعادة النواب بشأن طلب الكلمة أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة في جلسة المجلس المقبلة.